الكاتب الصحفي أستاذ جمال فهمي، أهلا بيك. من ميزة الديمقراطية دي بعض المقولات اللي حضرتك قلتها، ميزة الديمقراطية تصحيح نفسها. نعم. لم تعد ظاهرة منع المرشحين والناخبين للذهاب إلى صندوق الاقتراع. وسؤالي، هل حضرتك وصفت إن السواد الأعظم من المصريين فقراء، هل يصبح سوف يصبح الفقر حائل في الاختيار الأمثل للمرشح البرلماني؟ يعني الفقر بيحرم الإنسان من إنه يتلقى أشياء كثيرة جدا، من حقوق كثيرة جدا، منها إنه حق في أن يتلقى يعني يشارك في المجال العام ويتلقى خبرات المشاركة في المجال العام، وحقه في التعليم بيتأثر بالفقر، فبيصبح لحد ما، لا أريد أن أقول إلى حد كبير، بيصبح عاجز عن الاختيار الحر. ممكن الرشاوي والفلوس وسيد الزكر يوجهوه إلى الاختيار الخطأ. ممكن، صحيح، يحدث كثيرا إنه مواطنين فقراء يتوزع عليهم رشاوى لكنهم يصوتوا عكس من أعطاهم الرشوة، لأنه هذا هو الوعي الفطري، والوعي الفطري عند المصريين وعي كبير. لكن لا شك إنه الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للسواد الأعظم من شعبنا هيؤدي إلى يعني تحسين قدرته على المشاركة الإيجابية الواعية في الانتخابات، وبما والعكس صحيح، إنه كلما زادت أعباءه، أعباء الملقاة على هذا المواطن ومعاناته من البؤس، كلما قلت قدرته على المشاركة الإيجابية في الانتخابات. إذن الانتخابات مش عملية مفصولة، برضو نرجع ونقول الانتخابات آلية، وزي أي آلة في الدنيا بتحكمها الظروف اللي بتكون، إذا كانت ظروف إيجابية الآلة دي بتشتغل كويس، إذا الظروف سلبية الآلة دي بتتعطل ولا تعمل بطريقة كفؤة. حضرتك تكلمت على الديمقراطية، هل الشعب المصري فهم أو استخدم الديمقراطية بشكل خاطئ أو فهم الديمقراطية بشكل خاطئ؟ لا، ما نقدرش نقول الشعب المصري، الشعب المصري لم يتح له فرصة ممارسة الديمقراطية أصلا، عشان كده لما بقول حتى بعد ثورتين، ما زال حتى بعد صوت ما زال محروم من فرص بسبب العنف والإرهاب والإجرام. هذا العنف ضغط على الحريات، ضغط على المناخ السياسي، فعطلنا عن أننا نمارس كل أوجه الديمقراطية بطريقة تسمح لنا بأننا نتعلم منه، لأن الديمقراطية برضو تدريب وتعليم. النهاردة عشان كده وحتى في أكثر الدول وأقدم الدول وأعرق الدول في الديمقراطية، الآليات الديمقراطية تخطئ أحيانا. وأنا أديك مثلا وأنا بتكلم على على ما جرى في فرنسا في سنة من السنين في الانتخابات الرئاسية، إزاي طلع شخص يعبر عن حزب عنصري ومعادي لجوهر الديمقراطية اللي هي المساواة بين الناس، لكن بسرعة الناس اتصدمت واستخدموا آلية الديمقراطية في الانتخابات الإعادة وخرجوا بره ودوا أصوات كبيرة جدا المرشح المنافس اللي هو الرئيس جاك شيراك. إذن الديمقراطية من ميزتها لأنها لا تتوقف، مش زي ما الإخوان والسلفيين كانوا عايزين يستخدموها سلم يطلعوا بيه ويزقوه ويقع وخلاص لمرة واحدة، لا، لأنها عملية مستمرة، فالأخطاء اللي بيقع فيها جمهور الناخبين قد يقع فيها جمهور الناخبين سواء في مصر بلد لسه بتبدأ في الديمقراطية أو حتى في الدول العريقة.